كابتن خالد القماش، رئيس قطاع الناشئين، اهلا بيك في موقع سميد 24. أهلا بك يا سيد، أهلا وسهلا بيك، أهلا بيك، بخليك كل سنة طيب. وحضرتك طيب يا كابتن. دلوقتي القطاع يعني زي ما بقول حضرتك، يعني لا احد ينظر للقطاع، والاوضاع سيئه في القطاع اطلاقا. يعني لم يتم حتى الان يتم اعتماد لا ملاعب ولا اي قرارات تخص القطاع. قول لي كده، انت ناوي تعمل ايه الفتره الجايه يا كابتن خالد؟ طبعا هو اكيد احنا جايين، مش يعني احنا جايين نعمل اضافه للنادي الاسماعيلي. احنا مش جايين بس، احنا انا مش موظف، انا مش كاتب، انا مش جاي اكتب ورقه بس وامضي ورقه وكلام من ده، بس احنا جايين نعمل اضافه للنادي من خلال شغل فني. فبالتالي لابد يبقى فيه، طبعا احنا مقدمين ميزانيه تقديريه لمجلس الاداره، الفتره اللي فاتت دي كلها كان فيها عدم استقرار اداري. فبالتالي احنا مش احنا باذن الله تعالى قبل العيد المانش يكون اعتمد التشكيل القطاع من خلال التشكيل اللي احنا قدمنا له. طبعا اكيد طبعا في مشكله الملاعب، ودي مشكله كبرى انت فاهم ازاي، فدي باذن الله تعالى اذا الرحمن احنا لفينا قبل العيد. وفي اكتر من مكان طبعا محتاجين تاجير ملاعب، على اعتبار ان احنا ملعب اثنين، ملعب بايظ في النادي الاسماعيلي كان بيحل مشكله كبيره جدا 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 في النادي. فبالتالي بقى كلها ملاعب خارجيه اللي هتدرب فيها الفرق القطاع المختلفه، في ميزانيه تقديريه مدينينها، في اكتر من حاجه مرتبطه بالامور الماديه زي لبس، زي ادوات، زي مرتبات المدربين، مرتبات للاعبين. زي ما قلت لك الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول القطاع في اسوأ حالاته، قطاع مهلهل بغض النظر عن مين اللي كان بيدير القطاع. انا بتكلم على امور قله الموارد الماديه وقعت القطاع. فبالتالي انت محتاج دلوقتي حاليا انت في حاله اعاده بناء القطاع من خلال لعيبه مميزين كتير جدا جدا تقدر تجيبهم انت من بره، من خلال لعيبه مميزين اللي عندك تعمل لهم عقود، لعيبه مميزين عشان ما يهربوش منك بره، من خلال ترابط بين او الرابط بينك وبين جهاز الفريق الاول للنادي الاسماعيلي بقياده كابتن حسام وكابتن ابراهيم، بحيث انك انت اللعيبه المميزين يتدربوا، اللعيبه الكويسين ينضموا للفريق الاول. فبالتالي الكلام ده كله طبعا اكيد محتاج امكانيات وامكانيات ماديه. فبالتالي باذن الله الكلام ده كله بنقدمه لمجلس الاداره، فبعد العيد باذن الله تعالى اذا رضى الرحمن طبعا هنقعد مع الاداره ونقول 1 2 3 4 من متطلباتنا وبعدين كده عشان خاطر ينجح القطاع، من خلال انك انت في نهايه الامر لو انت طلعت 2 3 4 لعيبه للفريق الاول، اعتقد بدل المشاكل اللي انت عمال تعاني منها النهارده وتقول ده عاوز كام مليون وده عاوز كام مليون وده عاوز كام مليون، النهارده انت لما تطلع 2 3 لعيبه عندهم الولاء والانتماء في قلبهم، اعتقد ده هو اقصى طموحاتنا بالنسبه لتحقيق الهدف الرئيسي باذن الله تعالى للقطاع. وبعدين النادي الاسماعيلي مش اي حد يلبس فنيه النادي الاسماعيلي بدءا من مدرسه الكوره حتى 25 سنه، الا ما فيش مجاملات. زي ما احنا عاملين تنقيه في تشكيل القطاع كمدربين، اكيد طبعا باذن الله تعالى اذا الرحمن هتبقى في غربله وتنقيه في الفترات الجايه كلها، هيبقى في الافضل البقاء الاحسن والافضل، هيبقى في اللعيبه المميزه هنحاول نجيبها النادي الاسماعيلي عشان في نهايه الامر تقدر تعمل اضافه للقطاع، وده الهدف الرئيسي اللي كان باذن الله. كابتن خالد، التشكيل اللي قدمته لمجلس الإدارة هل اعتمد ولا لسه؟ اكيد طبعا اعتمد طبعا، وباذن الله تعالى في بعض الحالات اللي بتحصل مثلا على سبيل المثال زي كابتن محمد النووي بعد ما كان اخترناه جاله عقد مع كابتن حمزه الجمل، وطبعا ده حاجه بتساعدنا ان هو شايف مدرب عام للفريق مع كابتن، فبنعمل واحد بيطلع مكانه وواحد نجيب واحد من تاني، يعني كده تمام عمليه. يعني في برضه بقى واحد تاني برضه مسافر السعوديه اعتقد، بغض النظر عن الاسماء، لكن اكيد طبعا الكلام ده كله ولاد النادي الاسماعيلي كتير جدا جدا. فبالتالي برضه هرجع اقول لك تاني انك انت عارفين كلنا ان هي في بعض المشاكل المرتبطه بالفترات اللي فاتت دي كلها، السنين اللي فاتت بنوعيه معينه من المدربين. فبالتالي تملي احنا بنختار تملي المدرب اللي يقدر يعمل يحمل على كتفه اسم النادي الاسماعيلي، يعني ده الهدف الرئيسي ليه. كابتن خالد، هناك انباء ان انت تلقيت بعض العروض للتدريب، هل الفترة الجاية هيكون في مثلا بعد التقييم وللعروض وكده، ولا انت مستمر مع النادي الاسماعيلي؟ هو نمرة واحد طبعا الحمد لله الواحد يكبر من خلال النادي الاسماعيلي، يعني ما طلعتش بره انا من خلال النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي هو اللي كبر اسم الواحد، والنادي الاسماعيلي كل بتكفي من خير النادي الاسماعيلي. فبالتالي طبعا في اكثر من عرض او عرض من ذلك، لكن انا جاي اخدم النادي والله بامانه، جاي اخدم النادي بكل قلب، يعني بغض النظر عن الماديات، ما بتكلمش عن الماديات، الماديات الحمد لله رب العالمين زي ما قلت لك احنا لحم كتفنا من خير النادي، لكن طبعا انا جاي اخدم النادي الاسماعيلي بغض النظر عن العروض الخارجيه. فبالتالي ده الهدف الرئيسي بالنسبه لي والله. لابد يبقى انك انت في حاجه تساعدك على النجاح، مش مجرد نجاح كلام، عمره النجاح الكلام لوحده، الكلام ده كله مرتبط بقليل. فبالتالي باذن الله تعالى بعد العيد اعتقد ان احنا هيبقى لنا نظره شامله زي ما تقول لك لاعاده تقييم القطاع مره اخرى من خلال المسانده الفعاله بينه وبين مجلس الاداره. كابتن خالد، انت متفائل للقطاع الناشئين او النادي الاسماعيلي بشكل عام؟ لو
الامور زي ما احنا بيفكرها في النواحي الماديه، اعتقد انها هتفرق كتير جدا جدا. يعني احنا الحمد لله لا كذب ولا رياء، يعني فاهم ازاي؟ بحيث ان احنا بنخدم النادي تملي حتى واحنا بره النادي، بمعنى انك انت لما تشوف لعيب مميز بتقول له تعرض عليه ان هو يجي النادي الاسماعيلي، لكن المشكله العائق الاكبر بالنسبه لنا هي الامور الماديه فقط لا غير. لكن احنا بنحب النادي قوي 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 بره اكتر ما نحب النادي جدا جدا واحنا جواه، يعني لان الحمد لله انا ابني من ابناء اسماعيليه، انا يعني زي ما تقول مزروع دمرت النادي الاسماعيلي الحمد لله. بالتأكيد كابتن خالد القماش رئيس قطاع الناشئين، بشكرك شكرا جزيلا على تصريحاتك لموقع اسماعيل 24. شكرا صون سعيد، طيب. شكرا سعيد، شكرا سعيد، سلام. سلام.